إن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن العراق، وأمن الإمارات وأمن دول الخليج هو أمننا، ونحن في العراق حريصون على أمن المملكة ودول الخليج، وأي استهداف لأمنها هو استهداف لأمننا، بل استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية جميعا. ومن هنا فإن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم. فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاسي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي. تؤكد دولة فلسطين إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي تعرضت لها السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن موقفنا ثابت مع جميع الأشقاء العرب، فأمننا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ونؤكد نحن في المملكة الأردنية الهاشمية على وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضنا الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة. تجدد تونس إدانتها ورفضها لاستهداف المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية وعمليات استهداف السفن التجارية قبال سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة.